على إطار في النقاش حول هذا الموضوع الهام، إذن هو ربما مؤشر على نجاح هذا اليوم الدراسي. وحتى لا أطيل وأعطي الكلمة ربما لضيوفي للتعبير في إطار تعقيبهم، سأقتصر على الرد على سؤال واحد ربما، وهو يتعلق بسن التوظيف وتحديدها أو تصنيفه في 30 سنة، وإلى أي حد يمكن اعتباره مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة في ولوج الوظيفة العمومية. وهنا ربما أشير إلى أن تحديد السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية هو محدد بسن أقصى وسن أدنى. ربما نبدأ بسن أدنى هو 18 سنة، قد يصل إلى حدود 21 سنة حسب اختلاف الفئات، وكذلك سن أقصى محدد في 40 سنة، وقد يصل استثناء إلى 45 سنة. وهنا نتحدث عن استثناءات، لكن المجال الأساسي هو ما بين 18 سنة و 40 سنة. إذن عندما نقول 18 سنة و 40 سنة، فإننا نعطي المجال أو نترك المجال مفتوحا للأنظمة الأساسية الخاصة لتحديد السن المناسب حسب الفئات وحسب الوظائف كذلك. إذن الأنظمة الأساسية الخاصة يمكنها تحديد السن في 21 سنة، 18 سنة، 30 سنة إلى غير ذلك، دون اعتبار ذلك مساسا بمبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، ما دام أن إقرار هذا السن جاء في إطار شرط عام، شرط مجرد إن صح التعبير، والذي يطبق بطبيعة الحال على جميع المرشحين لولوج هذه الوظيفة أو الوظائف الشاغرة. إذن أجدد شكري لكم جميعا طلبتي الأعزاء والأساتذة الكرام، وأحيل الكلمة على ثاني متدخل وهو الأستاذ عبد الغني. السلام عليكم. دونك سيرنا على سير الاستاذه الزميله مصطفى بوسرى، لتطلع عليكم ما يخص الاسئله التي اود التفاعل معها. هناك سؤالين اثنين. السؤال الاول هو انعكاس تدافع التنظيم والقانون على جوده القوانين وعلى الكفاءه وعلى حسن تدبير الشان العام، وهل ان الاوان ل سلك مسالك الخصصة لتدبير الوظيفة العمومية أم لا؟ إذا فما يخص يعني التدافع وهو انعكست يعني هذه المسألة، وأكيد أن ما دام أن النصوص القانونية هي التي تحدد المسالك التي يجب أن نسلكها في كل تدبير، في كل رؤية، في كل عمل، فأكيد بأن للنصوص المتخذة سواء بموجب قوانين أو بموجب نصوص تنظيمية لها انعكاسات. هذه الانعكاسات يفترض فيها ان تنزيل، او هذه النصوص يفترض فيها ان تنزيل للسياسات العموميه. لان في هذا المطاف النص القانوني او النص التنظيمي هو تنزيل للسياسه، هو تنزيل للسياسه الحكوميه في قطاعنا، تنزيل لتصور اما ممثل للسلطه التشريعيه لكيفية تدبير قطاع الماء والرؤى المستقبلية والأهداف المراد تحقيقها وما إلى ذلك. نفس بالنسبة للمدن، ذلك التدافع تكون له انعكاسات عندما يتم شخصنة المسائل، عندما يتم شخصنة وعدم سلك المساطر الموضوعية. فعندما نحترم مجالات التنظيم ونحترم مجالات القانون، فعلى الأقل نحترم مجال الموضوعية، نحترم مجال الموضوعية ونسند الأمور لأهلها. فالمشكل ديال القوانين ديال النص المنظم للجماعة الترابية أننا على عكس ما ربما يختلف مع الزميل بعض المدخلة، هل هو أزمة تصور؟ هل هناك أزمة تصور؟ قد أقول بأن ربما التصور موجود، والرغبة في التأجيل هي التي هي المهمة. هو ليس يعني تأجيل إصدار النص ليس بالضرورة هو يعني تعبير عن غياب التصور، بل أن ذلك التصور يراد تحقيقه من خلال تأجيل وضع النص. إذا ما حاولنا التأمل في القرار الثالث الصادر عن المجلس الدستوري بخصوص والمحكمة الدستورية حاليا بخصوص يعني القوانين التنظيمية للجامعات الترابية والمقتضيات الخاصة بالنظام الأساسي
موظف في الجامعة الأسترالية، فتلاحظ معي أنه نص على مقتضيين اثنين. الأول بأنه اعتبر بأن ذلك المقتضى يدخل في مجال القانون، وهذه مسألة خطيرة جدا، على عكس ما في فرنسا بأنه لم يعتبره لا في مجال القانون ولا في مجال التنظيم، بل في مجال السلطة التنظيمية المحلية للجامعة الأسترالية وفي إطار ما يسمى التدبير الحر. أعطتكم النص. إذن الأولى هذه المسألة. الثانية أنه لم يكتف بذلك فقط، بل قال القاضي الدستوري بل قال بأن ويسمح ويحتفظ بالسلطة التنظيمية الحكومية بأن تصدر مراسيم من أجل تنظيم وظائف في قطاعات معينة تبع الجامعة الأسترالية. ما معناها؟ معناها بأننا بأن هناك رؤية، لكن هذه الرؤية ربما لا تذهب باتجاه الذي نراه نحن سليما، ربما هناك سعي إلى تشتات المسألة، وربما سعي إلى التراجع على نص القانون المذكور، ربما يراغي فيما يتعلق بل أكثر من ذلك، مشروع القوانين، مشروع النظام الأساسي للجامعة الأسترالية الذي يروج المكون من 18 مادة كل مادة تقريبا كل مواد تنص على نصوص تنظيمية وتحيلنا على نصوص تنظيمية. القانون الذي كان مشروعا لم يصدر، والأدهى أن النصوص التنظيمية المحال عليها بدأت تظهر، وأنا هكذا صدق لعصق بالغنم. شكرا جزيلا. أجدد شكري للجنة من قيمة للحضور الكريم على ضرب الجزء عن حسن استثناء اليوم مع هذا اليوم الدراسي الهام. بالنسبة للتحليل سيكون بالخصوص يعني بعيدا على المداخلة التي كنت فيها في درس الأولى، سيكون بخصوص الذي أثار مسألة اعتماد على الذكاء الاصطناعي في الوظيفة العمومية. يعني أقول أنه يجب بداية التمييز بين الرقمنة في الإدارة العمومية والذكاء الاصطناعي. فالرقمنة هي استعمال وسائل التكنولوجيا وما شابهها من معلوميات وغيرها في إنجاز العمل الإداري. أما الذكاء الاصطناعي فهو تكليف الذكاء الاصطناعي وبرمجته من أجل القيام بوظائف ومهام إدارية بصفة ذاتية خالصة صرفة كإنجاز تقارير مثلا وتحليل إحصائيات وغيرها بعض الحلول. ولذلك وبما أن المغرب ليس بمعزل على العالم وأن العالم أصبح قرية صغيرة، فشئنا أن أبينا فإن الذكاء الاصطناعي سيحاصرنا بكل جانب، وهو ما أكد عليه يعني أغلب الملاحظون. ولذلك فإنه لا يمكن حصر هذا الذكاء الاصطناعي في الوظيفة العمومية، لأن الوظيفة العمومية وخصوصا في المغرب تكتسب طابع اجتماعي. لا يمكن يعني الدور الاجتماعي للوظيفة العمومية هو إسقاط على اعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي ينطلق من إطار من خلال تكريس البعد الاجتماعي للدولة. وهنا أقول أن الذكاء الاصطناعي يجب الاعتماد عليه في بعض الوظائف المحددة والمجردة من البعد الاجتماعي. وشكرا. شكرا السيد الرئيس، وشكرا للجنة المنظمة لذا لعطيكم الصحة. تنظيم ممتاز. فيما يتعلق بالأسئلة سأحاول أن أقتصر على تلك التي تهمني بشكل مباشر. كان هناك سؤال يتحدث عن تعيين مدير بالنيابة، وهذا المدير بالنيابة قام بتعيين رئيس قسم أو رئيس مصلحة، وفيما بعد تم إعفاء المدير بالنيابة. طريق تساءل عن الأثر القانوني من هذه العملية. بداية ما يتضح لي أن هذا السؤال فيه لبس، وأن المدير بالنيابة لا يقوم بتعيين رئيس قسم أو رئيس مصلحة حتى نضطر. تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح كما نص على ذلك مرسوم
25 نوفمبر 2011 هو من اختصاص رئيس الإدارة. إذا تحدثنا مثلا عن قطاع وزاري هو اختصاص الوزير. هذه النقطة الأولى. بالنسبة لتعيين رئيس قسم أو رئيس مصلحة قلنا بأنك يتم ترفع الوزير. ولكن هذا لا يمنع بأن هذا المدير بالنيابة له حق اقتراح. اقتراح ديال من يراه أهلا لذلك. هذه النقطة الأولى. السؤال الثاني تحدث على الحركية بمعنى إمكانية نقل المسؤول من منصب إلى آخر. كذلك المرسوم ديال 2011 أتاح إمكانية نقل المسؤول من مصلحة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر. طبيعة الحال هناك شروط. الشروط هي نوعان. أولا أن يكون نفس المستوى بمعنى نقل رئيس مصلحة إلى مصلحة أخرى. رئيس قسم إلى رئيس قسم بمعنى ما نهبطش أو نبطل. يبقى نفس المستوى. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو يكون داخل نفس القطاع الوزاري. هذا هو الشرط اللي كاين. السؤال الثالث المادة 11 نصت على إمكانية إعفاء رئيس الإدارة للمسؤول في حالة قيامه بخطأ جسيم أو عند الإخلال بالتزاماته المهنية. طبعا مقتضى قرار معلل. أول نقطة هو أن هذا القرار للتعيين كما جاء في المرسوم هو قرار قابل للرجوع فيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي إمكانية الإعفاء فتخضع لرقابة القضاء الإداري. كما قلت فيما قبل بأن مادام هذا المرسوم لم يحدد مفهوم الخطأ الجسيم وإخلال الالتزامات المهنية لرئيس الإدارة أن يكيفه كيف شاء. أنا أعطيكم نموذج وقع في الإدارة ديالي. أحد المسؤولين هو رئيس المصلحة ما حضرش أحد الاجتماعات. تم إعفائه من المهام. رفع دعوى القضاء الإداري إلى آخره. من خلاصة أن نحكم يعني ما رضاش ذاك القرار الإداري. علاش؟ دخل السلطة التقديرية للإدارة ولأن ذاك الخطأ اللي مسمى من خلال الالتزامات المهنية ما واضحش. يعني تم التكييف عدم حضور الاجتماع الرسمي دعات ليه يعني دعالي رئيس الإدارة بأنه إخلال الالتزامات المهنية. أنا الحد علمي حدود الساعة كاين جوج الأحكام اللي طلعت عليهم كيمشيو في نفس المنحة. تقريبا هذا الشيء اللي كاين وشكرا جزيلا. قد تطرق لهذا الموضوع يعني بشكل حكيم وخلص إلى أن القضاء الإداري لا زال يتردد في أخذ موقف مؤقت في أخذ موقف يعني بخصوص السلطة التقديرية للإدارة لأن التكليف المؤقت لا يكسب حقا بالنسبة للمسؤول الإداري سواء كان رئيس مصلحة أو كان رئيس قسم أو كان مديرا يعني معينا في إطار المناصب العليا. هنا أشير حسب ما جاء في تدخل بأن التعليق بأنه ما موقف المحاسب عموما. إذن هنا نقول بأن القرار التكليف المؤقت يجب أن يخضع لتأشير المحاسب عموما. طبيعة الحال مادام أنه تكليف مؤقت مادام أن المادة جوج من قانون الوظيفة العمومية تقول بأنه من عهد إليه بصفة دائمة فهذا من كلف مؤقتا بهذا المنصب يعني في إطار تدبير مناصب المسؤولية يعني يقدم ترشيحه وإذا ما في لجنة انتقاء إذا ما تم تزكيته فآنذاك يعين بقرار وهذا القرار بطبيعة الحال يرسل للخادم الوزاري قبل التأشير عليه. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية وحتى أكون جدا مقتضبا في أجوبتي بخصوص مقتضيات الفصل 67 من قانون الوظيفة العمومية. إذن أشار أحد المتدخلين مشكورا إلى ما دور المقرر تعيين المقرر وما دور يعني استدعاء يعني أنه تم تبليغه ولم يتسلم. أشير بأن الفصل 67 فصل فريد في قانون الوظيفة العمومية جاء بمجموعة من الضمانات.
أول ضمانة أنه يتم استدعاء ذلك الشخص الموقوف، أن يجب أن يطلع على الإدارة كاملا، لأننا نحن أمام القضاء الإداري. هذا القضاء يناقش جميع القرائن، يعتبر الإدارة طرفا قويا ويعتبر الموظف طرفا ضعيفا، وبالتالي بإثبات التهم. بطبيعة الحال هناك يجب أن يطلع على ملفه كاملا، أن يؤدي بملاحظاته الشفوية والكتابية، أن يعين من يدافع عنه، يعني الإدارة لها حق أن تحضر الشهود. إذا تم أي إخلال من هذه المقتضيات فإن القضاء الإداري يلغي القرار الإداري. تخيلوا معي بأنه كانت هناك لجنة متساوية الأعضاء، مش تستعديلي، في رئيس لجنة الإدارة متساوية الأعضاء، وفي مرفق العدالة رئيس اللجنة هو رئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدائرة القضائية، ويكون ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة. تخيلوا معي أنه يصدر مقترحا قابل للتنفيذ، يأتي الإدارة تقوم بتسليته وفي الأخير يلجأ إلى القضاء الإداري ويلغي القرار مع حقه في المطالبة بالتعويض، لأن هناك خلل شكلي أنه لم يطلع على ملفه وفق الإجراءات السليمة التي ينص عليها القوانين الإجرائية. قلنا بأنه ما دور تعيين المقرر، قلنا بأنه نحن نكون أمام لجان متساوية الأعضاء، وبالتالي يختلف يعني بعد حضور جلسات بالمجلس التأديبي وحضور الدفاع. هنا يجب أن أشير إذا سمح لي رئيس الجلسة، أشير إلى نحن أمام محاكمة تأديبية. تخيلوا معي قانون 58 أشار إلى بعض المصطلحات في 69، فصل 69 قال دعوة التأديب، هي دعوة التأديب. لاحظوا معي المصطلحات، بمعنى نحن أمام محاكمة تأديبية. ليأتي في فصل 71 ويقول يجب أن يبلغ الحكم. ما معنى الحكم؟ يجب أن يبلغ القرار بدال التأديبي إلى من؟ إلى الموظف، لأنه بالتبليغ، لأن الخازن الوزاري لن يؤشر على القرار إذا لم يتم تبليغه. إذن هنا أقول بأن مقتضيات، وأشير هنا إلى مقتضى أساسي وهو مرسوم 1959 المتعلق بلجان متساوية الأعضاء، أنه نص في المادة 22 أنه إذا لم تحترم بعض الشكليات نكون أمام لجنة ثلاثية، واللجنة الثلاثية يتم عن طريق سيد رئيس الحكومة بعد نشرها بالجريدة الرسمية، وهذه اللجنة الثلاثية تكون متكونة فقط من موظفي الإدارة المركزية. شكرا جزيلا. الحضور الكريم، شكرا على جواز الطلبة ديالكم. وردت في شأني سؤالين. في المسألة ديال الذكاء الاصطناعي، وهل يمكن استعمال الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية؟ طبعا المستوى العملي حاليا ما كاينش فيه المستوى النظري اللي هضرنا عليها في إطار المداخلة، من خلال قلنا بأن الوزارة أو الدولة وضع استراتيجية للموارد البشرية تمكن من استقطاب الكفاءات المتخصصة طبعا هذا المجال، وبالتالي تهضرنا على وجود المحورين، المحور ديال سريع النضج الرقمي للإدارة ووضع مخطط توجيهي نموذجي لأنظمة المعلومات. جاب هذا المحتوى ديال تطوير استراتيجية للبيانات من خلال تطوير استعمال الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات، طبعا بواسطة منظومات أخلاقية، باش ما نقولوش على أخلاقية، لأن هذا مستقبلا غنستعملوا هذا النظام ديال الذكاء الاصطناعي في الإدارة العمومية اللي كيعتمد طبعاً على الانتقاء، على التوظيف، على الكفاءات إلى غيره، وغنستعملوا من القطاع الخاص اللي بغا كيستعمل دابا. عندنا واحد الجوج هي مثلاً ديال هاير سمارتر، وورك سمارتر، إكسيتيرا، كنستعملوهم شركات دولية، جامعات دولية بحال الميتا، بحال مايكروسوفت، بحال فوجيتسو فيلم، إكسيتيرا. تبديل الموارد البشرية اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي. إذا على مستوى التنزيل على الواقع المغربي والخصوصية، هذه مسألة إشكالية، لأن حتى كنهضروا على الميطابيع سبب ولا كتوقع الرقمي اللي كيحل هذه على مستوى التطبيق، ولكن مستقبلا لماذا على الأقل، وخا غيضر مناصب الشغل إلى غير ذلك، ولكن على الأقل غيحل مجموعة من 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 من, من المشاكل التي تعيق سير الوظيفة العمومية بانتظام واضطراد. المسألة الثانية اللي كنهضر عليها على هذه المؤشرات والأهداف إلى غير ذلك، واش غادي حنا كنعرفوا بأن التدبير العمومي العصب ديالو هو التدبير المالي، وأي سياسة عمومية تفرغ في
في برنامج، وهذا البرنامج كيكون واحد الهدف وكيكون مقرون سبعه المؤشرات. هذه المؤشرات قابله للقياس اللي هضرنا عليها، تكون تستجيب للنجاعه، جوده الخدمه، والثالث الفعاليه السوسيو اقتصاديه الى غيره. اذا هذا الثالث كيتحكم لنا في هذه المؤشرات، لان اي قطاع وزاري حاليا حتى في وضع المناصب، لان هضروا على كثره الترشيحات وشح المناصب، مرتبط عندنا قبل وضع قانون الماليه كيكون واحد المشاريع نجاعه الاداء. كل قطاع كيسطر اللي من بعد كيتم الاتفاق على النسبه المئويه ديال الموظفين، اللي من بعد كيكون واحد تقرير نجاعه الاداء اللي كتكمل فيه هاد لي فالياسيون. اذا كنشكركم على ثانيا على 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 تحكيم على تنظيم الاحكام. كنشكروا الساده الاساتذه اللجنه التنظيميه، الطالبات والطلبات والحضور الكريم والبركات. شكرا للإخوان المتدخلين. هذه ثلاثة ديال النقاط نحاول ما يمكن نجمعهم في نقطة واحدة نظرا لضيق الوقت، ما يتعلق بالتعاقد، النظام الأساسي للموظفين الجامعات، ثم خصوصات الوظيفة العمومية. اخترت ثلاثة النقاط لماذا؟ لأنها ترتبط بإصلاحات هيكلية كبرى على مستوى الوظيفة العمومية، هي تتم في صمت، ولكن في الحقيقة ربما في المستقبل المتوسط الأمد أو البعيد الأمد سنكون أمام وظيفة عمومية مغايرة لما هو عليه الحال الآن. المطلوب ماذا؟ المطلوب هو أن هذه الإصلاحات يجب أن نوفر لها الأرضية الخصبة والوقت الكافي، وأنا من الذين يدافعون على أن الوظيفة العمومية يجب أن تكون أنفار نقاش عمومي، لأنها تتعلق أولا بمستقبلنا نحن الذين الآن في الإدارات العمومية، ثم تتعلق بمستقبل أولادنا والأجيال المقبلة، ولا يمكن أن نغامر بمستقبل الأجيال المقبلة بهكذا إصلاحات تتم في بعض الأحيان بطريقة مرتجلة جدا. الدليل القاطع على النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية هو تم في لحظة معينة، لحظة سياسية أكثر منها من أي شيء آخر، وتم إقرار هذا النظام الأساسي على مستوى الجماعات الترابية دون أن يتوفر التصور فيما يخص هذا النظام الأساسي، لذلك تأخر صدوره. لأن ما معنى أن يكون عندنا نظام أساسي مستقل عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؟ بمعنى أننا نقر بوجود خصوصيات معينة لتلك الجماعات الترابية يجب أن تجد لها مكانا على مستوى النص القانوني. هذه الخصوصيات ربما على مستوى نوعية المهام التي يمارسها هؤلاء الموظفون، على مستوى كذلك منظومة الأجور، كذلك ربما لا حتى على مستوى طرق التوظيف لهؤلاء. لا نملك تصورا بخصوص هذه المسائل كلها، لماذا؟ لأن استمرارية الأزمة التي الآن تعيشها الوظيفة العمومية الترابية هي استمرارية لأزمة الوظيفة العمومية للدولة التي لم نملك في أي وقت من الأوقات تصورا بشأنها. لذلك مسألة التعاقد بما أنه يتعلق بتحول كبير على مستوى منظومة الوظيفة العمومية، لأننا سننتقل من منظومة وظيفة عمومية تؤمن ذلك الاستقرار الوظيفي ربما لمنظومة أخرى ديال التوظيف فيها التعاقد يتعايش مع التوظيف النظامي، لم نكن نتوفر على ذلك التصور. لذلك نرى هذه المشاكل كلها التي ترتبط عن التعاقد، خاصة ما يتعلق بإقراره على مستوى منظومة التعليم. ولتكون متأكدين بأن مسألة التعاقد ستكون مطلبا للأجيال المقبلة، لأن مثلا أنا الآن حينما أسمع مثلا فيما يتعلق بتحديد سن التوظيف الذي لا كما جاء على لسان الأستاذة لا يتعلق بضمانة من الضمانات الأساسية للموظفين، وإنما يدخل في إطار السلطة التقديرية للسلطة التنظيمية وتعلق بمسائل تدبيرية. مثل هذه الإكراهات توجد المئات منها على مستوى الوظيفة العمومية، والتي تكفح المسار المهني وتطور المسار المهني للموظف. والحل هنا أين؟ الحل هو أن نوفر بديلا آخر بالنسبة للموظفين بعيدا عن هذه الإكراهات. الوظيفة العمومية بوضعيتها الحالية لا توفر آفاقا كبيرة على مستوى التطور المهني للموظفين. أعطيكم مثالا بسيطا الآن، هو على ما يتعلق بمنظومة الأجور التي تعود إلى سنة 1973، حيث كان مستوى الشواهد آنذاك مستوى قليل. لذلك نرى بأن منظومة الأجور فيها ما يساوي ما يقابل مثلا الإجازة وما يقابل الماستر، ولكن لم يجدوا الدكتوراه، لأن منظومة الأجور حينما وضعت
وضعت انذاك وضعت ضمن سياق معين. الان مساله الريستوراسيون ولا مساله التي يعاني منها الكثير من الموظفين هي استمراريه لهذه الوظيفه العموميه المغلقه التي لا تعترف لا بالحركيه الجغرافيه ولا بالحركيه المهنيه، وتضع مجموعه من العراقيل في وجه التطور المصاري المهني للموظف. لذلك كونوا متاكدين بان الوظيفه العموميه بوضعيتها الحاليه لا تناسب ولا الاداره ولا الموظف ولا المرتفقه. المرتفقه الذي يشتكي من ذلك الموظف في تلك الجماعه الترابيه المعينه بتلك الرضاعه على مستوى الخدمه يجب ان يعرف بان هو ذلك الموظف هو نتاج تصور للوظيفه العموميه مغلق على مستوى المسار المهني، مغلق على مستوى التحفيز، مغلق على مستوى شروط الشروط التي يمع لها. لذلك لا بد من فتح هذا النقاش، ان نفتحه وان نستوعب كافه الاراء لنرتب لهذا التغيير المستقبلي الذي لا بد ان يكون، وليس بالضروره ان يقودنا الى خصصة الوظيفه العموميه، ولكن المؤكد انه سيقودنا لبديل مغير لهذا البديل الذي نعمل به حاليا. شكرا لكم. إذن لهنا الجلسة العلمية الثانية. شكرا للسادة الدكاترة الأساتذة الأفاضل، شكرا للدكتور طارق خضراوي، دكتور زين الدين عبد المغيث، دكتور محمد الشنفخ، والدكتور أحمد عامر البوبي على مساهمتكم معنا في هذا اليوم الدراسي الناجح الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة. إذا سمحتم أساتذة الأفاضل في اللجنة التنظيمية، تحية خبير والشكر للسيد عميد الكلية الأستاذ أحمد أجرون، وإلى السيدين نائبي العميد وسيد الكاتب العام، وإلى مختبر دراسات الابحاث في العلوم القانونيه وفريق البحث كذلك في الدراسات الاداريه والماليه المتابعين للمختبر، والى اللجنه العلميه واللجنه التنظيميه والطلبه الاعزاء الذين ساهموا في تنظيم هذا اللقاء، وتحيه تقدير حار جدا للاستاذين الفاضلين منسقي هذا اليوم الدراسي، الاستاذه بشرى الوردي استاذه من جامعه والأستاذ الفاضل التغذية الإعلامي أستاذ جامعة الكويت، وأعطي الكلمة مباشرة للجنة التنظيمية في شخص من المنسقين، أعتقد أستاذ عبد الغني فليتفضل بإختتام هذا اليوم الدراسي، تفضل. شكرا سيد الرئيس. إذا وصلنا للحظة الختامية على سبيل الختم كلمة اللجنة التنظيمية، فباسم اللجنة التنظيمية أود أن أتقدم بأسماء عبارة الشكر وعظيم عبارات الامتنان إلى كافة المساهمين في إنجاح هذا اليوم الدراسي الذي نحسبه كان ناجحا بامتياز. كان ناجحا بماذا؟ كان ناجحا بذكران الذات الذي اتسم به رجال إدارات السيد عميد والوالد. كان ناجحا بجودة مداخلات السادة المتدخلين والذين تجسموا عناء السفر وأتوا من بعيد ليسحفون بمداخلتهم النيرة. كان ناجحا لوجود جنود خفاء من طلبة الأعزاء الذين كانوا هم من أداروا كل شيء، أنتم ترونهم بأنهم هم الذين كان ناجحا بجودة تفاعلاتكم وأسئلتكم النيرة التي فعلا تثلج الصدر وتوضح لمن لا يعلم بأن جامعة نطفي في شخص كلية العلوم القانونية والسياسية إنها على الدرب الصحيح وإنها تسعى لتكوين كفاءات وسيكون لها شأن في المستقبل القريب. ختاما أود أن أتقدم
بملتمسين أتخذوا بملتمسين بكافة المتدخلين لأن لا يدخلوا عنا علينا بتزويدنا بمداخلتهم في أفق مصر وفي أفق القارب إن شاء الله. هذا اللقاء اليوم هو مدخل للتعاون، ستكون هناك فرص مستقبلية إن شاء الله وسيكون مرحبا بكم إن شاء الله. شكرا جزيلا وندعوكم لأحد صورة جماعية. نعم. Good night.